كابتن نادي الزمالك ونجم المنتخب الوطني والعريس كابتن حازم. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اخبارك ايه؟ وحشني جدا والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا سيف، ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك. قول لي بقى شعورك النهارده، يعني هتتجوز بقى واستقرار وداخل مرحله. لسه بقول الحقيقه حازم امام الفتره اللي فاتت دي كلها حازم امام تاني خالص، اداء، هدوءا، استقرارا، نضجا، كل حاجه. ربنا يخلي حضرتك يا سيف. والله يعني انا الحمد لله زي ما حضرتك قلت، استقرار طبعا تبقى استقرار الواحد جدا، ان الواحد يبقى متجوز وفي بيته، فاكيد يعني بتمنى ربنا ان شاء الله باذن الله تبقى خطوه مفقوديه وان شاء الله تبقى وشها حلو عليا باذن الله ان شاء الله. مش فاكرين عن كلام حضرتك قلت وسيف، ربنا يخلي عليا حازم، شخصيه مؤدبه الحقيقه. دلوقتي العروسه حب بقى ولا صالونات؟ لا لا حب، لا انتهت حكايه الصالونات ده كده. الايه؟ انتهت حكايه الصالونات دي. لا خلاص يعني قصه يعني ان شاء الله. اه طب الحمد لله. جبت شبكه كويسه ولا لا؟ نعم؟ جبت شبكه كويسه ولا لا؟ يعني على قدي. لا على قدك ايه؟ انت قدك ما شاء الله. لا لا ربنا ربنا يزيدك ويديك ان شاء الله يا حازم. ربنا يخلي حضرتك يا سيف، وانا طبعا انا متشرف لما بكلم حضرتك والله العظيم. لا انا شرف ليا اكتر لو حضرتك طبعا الاقي حضرتك موجود في فرح النهارده. طبعا يا حبيبي ان شاء الله، طبعا ان شاء الله، ده شرف لينا احنا. ازاي؟ ربنا يخليك. حازم عايز اسالك سؤال، فعلا عمرو جمال اللي نقلك البدله؟ اه عمرو جمال اللي البدله فعلا. ها؟ قاعدين بقى قاعدين في المنتخب يعني مع بعض وتتعشوا كده، ولا سكاكين بقى وجايبين مطاوي وبتاع وكل مجموعه في حته وكده؟ لا ده يمكن ما فيش اثنين لعيبه من نادي واحد بيبقوا قاعدين مع بعض على طول، من انديه يعني من نادي الزمالك ونادي الاهلي على طول قاعدين مع بعض، ما فيش يعني ما فيش اثنين من الزمالك قاعدين مع بعض او اثنين من الاهلي قاعدين مع بعض، لا خالص والله. يعني يمكن امبارح برضو عمرو جمال كان عامل حفله لباسم وكان جايب له تورته بمناسبه حصوله على احسن لاعب في الدوري، وكانت لعيبه الاهلي كلهم موجودين، فيعني كلهم يعني اللي حضرتك شفت الروح اللي موجوده في المنتخب بصراحه بين اللعيبه ومن بعضيها، لا يعني مختلفه خالص، ومش زي ما الناس بتتكلم والله. يعني يمكن اكتر لعيبه كانت زعلانه ان هم كانوا نفسهم موجودين في فرح النهارده كان سعد سمير بيكلمني وحمدي زكي كان بيكلمني، كلهم كانوا موجودين عايزين يبقوا موجودين النهارده في الفرح. فلا الدنيا اتغيرت خالص يا كابتن بصراحه. طب الناس في النهايه ليه دايما ماسكه في الحته دي؟ الناس في النهايه ليه عايزه تولع الدنيا بين لعيبه الاهلي والزمالك؟ لا يعني انا بشوف ان هم هيتشالوا دايما، لان على طول بتجمعهم مع بعض، بيجمعهم منتخب مصر وحب منتخب مصر، واكيد كله عايز يعمل المجد ليه ومجد منتخب مصر، مش عايزين حد يفضل يتكلم على اللعيبه الجيل اللي فات هو اللي عمل، لا احنا نفسنا احنا كمان لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك لما بنقعد مع بعض نفسنا احنا الناس تقول الجيل ده هو اللي عمل، مش كل حاجه تنسب لاجيال قبل كده، نفسنا احنا نعمل حاجه نفسنا، فاكيد كل ده بيجمعهم حب وترابط يا كابتن، احنا لازم نبقى مترابطين مع بعض عشان نقدر نحقق الانجاز ده ان شاء الله. البروجرام بتاعك ايه يا حازم؟ هترجع امتى المنتخب؟ متفق مع كوبر على ايه؟ بكره الصبح يا كابتن، بكره الساعه 10 الصبح ان شاء الله ابقى موجود على طول كده؟ باذن الله. اه على طول ان شاء الله باذن الله. يعني انت هيخلص الفرح، هيخلص الفرح تسلم على عروسه وتاخد شنطتك وتمشي؟ بالظبط كده. يعني مش هتقي رجلك شويه تخليها بعد بكره بتاع؟ مفيش. لا ما اقدرش، ما اقدرش والله، ما اقدرش خالص. مع منتخب مصر ما تقدرش؟ مع منتخب مصر اه طبعا، يعني الثقه اللي مستر كوبر الدهاني وانا بشكره من خلال حضرتك ان هو خلاني طبعا ان انا اقدر اعمل الفرح وان انا اقدر اطلع اروح الفرح طبعا، فانا بشكره من خلال حضرتك، فما اقدرش ما اقدرش ان انا اتاخر ثانيه على المنتخب يعني. ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقك يا حبيبي ان شاء الله، ويعني الف الف مبروك، وان شاء الله باذن الله تتالق مع المنتخب كده. بشكرك شكرا جزيلا حازم امام نجم نادي الزمالك. يعني بصوا الهدوء والاخلاقيات العاليه، حازم امام يا جماعه اتغير 180 درجه الحقيقه، لا ازمات ولا مشاكل، كابتن فريق نادي الزمالك، يتالق مع المنتخب الوطني، الراجل النهارده بيتجوز، بكره الساعه 10 الصبح، ما سمعتش عنها في تاريخ حياتي دي، بكره 10 الصبح يكون موجود في المنتخب الوطني. كل التوفيق ليه ان شاء الله باذن الله، ويتالق ويتفوق. والحقيقه كان قبليه برضه في موقف صعب جدا، باسم مرسي ووفاه والده في الماتش الاولاني لكوبر، وراح طلع راح العزا ورجع تاني ولعب الماتش وصمم برضه رجوله الحقيقه، واداء اكتر من رائع، وتالق في الماتش وكان عنده حسن الظن. المدير الفني اما بيعرف يشغل اللعيب نفسي بيعرف ازاي ياخد منه. يعني باسم مرسي عرف ازاي كوبر يتعامل معاه، عرف ازاي يطلعه من احزانه. النهارده حازم امام بيديله النهارده الثقه، بيقول له ان انا محتاجك، بيقول له ان انا عايزك. شيء الحقيقه يعني